برضو النهارده في متحرس جدا ان انا ابقى متواجد. الواحد ما بيصدق يلاقي مناسبه موجود فيها اسر بتعتز بيهم. رحنا المعمارية الحمد لله. الشعب المصري أيضاً من الجيش والشرطة هم من الشعب والشعب. مفيش حاجة تانية أهم من الشعب ولا من تراب الوطن. تضحياتنا بتأكد على كده. حضرتك مش شايف كم أهالي الشهداء اللي موجودين عدد المصابين اللي موجود من 2012 لحد النهارده عدد يفوق 12,000 مصاب. تضحياتنا عن طيب خاطر يمكن فقدت رجلين الاثنين وعينين مش موجودين. مبسوط جدا. دي شايف ان دي حاجة بسيطة جدا. اسم الشهيد محمد محمود عبد العزيز. احنا وراهم مش هنسيبهم لحد ما نطهر مصر منهم ان شاء الله باذن الله، لان مصر تستحق مننا ان احنا نقدم لها الغالي النفس. ما جاتش لحظه سيادتك انت وبتتعالج مثلا كان يدعم علينا انك دخلت الشرطه عادت بيا الايام تاني هختار اشتغل في الشرطه وكل شغال في قسم المخدرات. مصطفى يسري عميره وزاره الداخليه هو بالاختيار للضباط والافراد وليس بالاجبار. اخترت بمزاجي وكمل ارادتي ولو عادت بيا الايام هختاره تاني، لان كل بني ادم له ساعه وله اجل مكتوب له، لا هتقدمه ولا هتاخره ولا هتغير في حاجه خالص. فلو عادت بيا الايام هختار الشرطه، ولو عادت بيا الايام هختار المفرعات تاني، لان دي رساله احنا بنوصلها وبنفخر ان احنا بنوصلها. اسمه شهيد ملازم اول محمد زكريا ابو غزال. ابهاتهم سواء من الشهداء او من الزكاه. اقعد لحظه مره كمان. انت رايحه فين؟ فين الكرتونه؟ واحد الاصابه ولا عنده الاصابه؟ اصعب لحظه مره كمان. لا طبعا اصعب لحظه كانت ساعه الاصابه. ماما انا عايزه اقعد. ما فقدتش الوعي. كنت واعي لمده الكلام اللي بقوله. شفت هو كتب في القنبله ولا لا؟ هو تم استهداف المجمعه اللي انا كنت موجود فيها يوم 9 يناير الساعه 6:30 صباحا في عبوه موجهه. في مطار في سينا استهدفت مجمعه المفرقعات. انا كنت انا والطقم بتاعي والمعدات بتاعت المفرقعات. لا انا شايف ان اصعب لحظه عدت عليا كانت لحظه الاصابه نفسها، بس الحمد لله يعني ربنا دايما بيبقى لطيف بالعبد ساعه الابتلاء. الحمد لله ربنا انعم علينا بالصبر الحمد لله. الشهيد محمد سيد زكريا ابو غزال اكثر حد النهارده الحمد لله عن طريق خاطر الرجاله اللي كانت فيها للضباط الشرطه والضباط الشهيد نقيب مصطفى يسري عميره. تضحياتكم وتضحيات الشهداء اللي بيقابلوها كل يوم، الاصابات اللي بتحصل لنا كل يوم، اوعوا ان انا اتامل منكم او تنال من عزيمتكم. بالعكس دي لازم تبقى اكبر دافع لكم انكم تواصلوا حربكم المشروع جدا على الارهاب. دي بلدنا ودي ارضنا وده شعبنا ودول اهلنا، واحنا لازم اقسمنا يمين عن التقرب ان احنا هندافع عنهم وهندافع عن ارضنا ولازم نكون قد اليمين. الشهيد ملازم اول مصطفى